طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي لغات، بنجدد اللقاء مع بعض، وإن شاء الله لقاء جديد بمعلومة جديدة، ويكون بينا إن شاء الله كل المعلومات اللي إحنا نستفيد بيها. يا ريت تكون برامجنا بتذلل الصعوبة اللي إحنا متفقين عليها، يعني إحنا من خلال البرنامج بنحاول إن إحنا نذلل كل حاجة قدامنا. يا ريت يكون في تواصل، من خلال التواصل ده بتقول لنا هل البرنامج فعلا كان مفيد بالنسبة لك، ولو في تعديل انت شايف انه يبسط المعلومة اكتر، احنا دايما بنسمع لكم كويس، وعندنا ساعة واسعة جدا لتعديل اي معلومة. بنبتدي درسنا النهاردة، واستكمالا او فولو تو سيركل، خد بالك ان احنا هنفضل مع السيركل لغاية ما نعمل باي باي للمنهج. فهنا السيركل بتاعتي النهاردة ليها ريليشن تو مين، يا ترى ريليشن مع البوينت خلصناها، ريليشن مع ستريت لاين خلصناها، امال النهارده ريليشن مع مين؟ النهارده ريليشن مع الايه؟ الكورد. طيب انا هعمل بسرعه ريفيجن على الكورد، يا ترى مين هو الكورد ده؟ اتس لاين سيجمنت بتوين تو بوينت اون ايه؟ اون ذا سنتر ان ايه؟ اون ذا سيركل. طيب هل يا ترى اول كوردز ار ايكوال؟ طبعا لا. طيب هل يا ترى ذا نمبر اوف كوردز ان ذا سيركل قد ايه؟ بنقول انفاينايت نمبر. ده كده انا اتعرفت تعريف سريع او ريفيجن سريع على مين؟ على الكورد. تعال بينا نشوف الريليشن بتوين كورد اند سيركل. من خلال الرسمه اللي قدامي هنا هنشوف، انا حاطه الرسمه بشكلين مختلفين. بص معايا، دي السيركل بتاعتي، السيركل بتاعتي اللي هو مين؟ سيركل ام. طيب السيركل ام دي فيها ايه؟ فيها طبعا ريدياس، انت شايف الريدياس اهو، تمام. طيب الريدياس عندي، لو انا نهيت الريدياس عندي بليتر، ممكن احط له ليتر اوف ايه؟ اوف دي، مش موجود عندك اهي كده ظهرت. طيب ايه هي الريليشن اللي موجوده قدامك وانت شايفها؟ بتوين ام دي اند بي اي، بي اي اللي هو عندك مين؟ بي اي اللي هو مين؟ الكورد، اتس اي كورد، ام دي اتس ريدياس. طب ايه هي الريليشن الواضحه عندي؟ الريليشن الواضحه اللي هي ايه؟ اتس اي بيربنديكولار، بيربنديكولار. يبقى انا عندي المعلومه اللي ظاهره اللي مديهاني الرسمه، بنقول ان لو ام دي ريديوس و بي اي كورد وهما بيربنديكولار، يبقى انا على طول بيديني معلومه ثالثه. ايه هي المعلومه الثالثه اللي انا بستفيد فيها؟ ان سي اتس اي بايسكت اوف اي بي، ده معناته ان انا اقدر اقول ان الاي سي ايكوال مين؟ بي سي. دي المعلومة اللي موجودة عندي الجديدة، أو دي الريليشن اللي بتوين إيه؟ السيركل والكورد، اللي هي لو أنا عندي ريدياس زي ما أنت شايف كده، أدي الريدياس بتاعي تمام؟ وعلاقته بالكورد اتس إيه؟ بيربنديكولار، يبقى أنا برد على طول على الجزئية ديت بمعلومة استكمالية ليها، اللي هي بتبقى إيه؟ البوينت اللي هي انترسكت بتوين ذا، اللي هي بتبقى بايسكت المين للكورد. طيب تعالى نشوف، لأن أنا عندي بروف وبتحاسب عليه. البروف بتاعي بيقول ايه؟ اول حاجه عندي بتقول له ان ذا سيركل ام، احنا اتفقنا علشان تعمل بروف يبقى لازم تحدد لي المكان اللي انت هتشتغل فيه، يا ترى تريانجل، يا ترى سيركل، سمولست، جريتست. فاحنا هنا واضحه ان انا ان ذا سيركل ايه؟ ام. في ايه ان ذا سيركل ام؟ في عندي ان الام سي انا خدت بقى ايه الجزئيه بس اللي انا محتاجاها، اللي هي انترسكت مع مين؟ مع الكورد. ام سي بيربنديكولار على مين؟ على الاي بي. طيب زين ايه؟ يبقى زين بي سي اتس ايكوال سي اي، او بطريقه اخرى بنقول ان سي اتس اي بايسكت اوف اي بي. طيب لو انا خدت غيرت معايا الليترز واشتغلت معاها، بص معايا هنا اتس سيركل، سيركل هنا نيم ان، في عندي الان كي اتس بيربنديكولار تو مين؟ اكس واي. يبقى انا لما لقيت ان عندي الكي ان كي بيربنديكولار على الاكس واي، يبقى انا لقيت على طول مين؟ او رديت بالاجابه بتاعتي اللي هي ايه؟ اكس كي ايكوال كي واي، او بمنظور اخر ان الكي اي بايسكت اوف اكس واي. دي كده كانت الريليشن بتوين السنتر اند كورد. طيب هل وقفت لغايه كده؟ لا. طب ما انا دايما عندي المعلومه والايه والانفرس بتاعها. طب معنى كده ان انا لو لقيت الانترسكت بتاعهم دي عباره عن بوينت، والبوينت دي عباره عن بايسكت للكورد، ده معناته ان الريديوس بتاعي بيربنديكولار على مين؟ على الكورد ده. طيب ما تيجي نشوف، يلا بينا. واو تمام.
يبقى انا عندي هنا الريديوس بتاعي هاخد بس منه اللاين سيجمنت اللي انا محتاجاها لغايه الايه؟ الانترسكت بس. يبقى الام سي خلاص. لو انا قلت لك بقى الانفرس بتاعتها، لو قلت لك ان الام سي البوينت اللي هي السي الانترسكت مع الاي بي اتس بايسكت، او قلت بمعنى اخر اي سي ايكوال بي سي، يبقى انت الايه؟ الاذر بتاعي او الرد بتاعك او الجمله المكمله ليها ايه هي؟ ان الام سي بيربنديكولار على مين؟ على الاي بي. هنا هوقفك واقول لك بيربنديكولار، يبقى انا بستفيد ايه من البيربنديكولار في الايه؟ في الشيب بتاعي. دايما هيبقى الشيب دي دقيق بس، معلومه جوه ايه؟ جوه اكسرسايز. لما انت هتيجي تستفيد بيها هتعمل ايه؟ لو انا الشيب بتاعي مستكمل في هذا الاتجاه، يبقى انت هتستفيد بان ايه؟ الانجل بتاعك ام سي اي اتس اي 90 ديجري. ولو عندي استكمالا في هذا الاتجاه كويس، يبقى انت هتستفيد بان الام سي بي اتس اي 90 ديجري. يبقى في استفاده قادمه ان شاء الله لايه؟ للجزئيه بتاعه البربنديكولار دي. طيب هنا انا هقول لك على حاجه، ان الكورد بتاعي ده احنا اتفقنا ان الكورد ده ليه عده اشكال، تمام؟ وبيفضل الكورد ده انترسكت مع السيركل اون تو بوينتس كويس، طول ما هو ايه؟ اون ايه؟ اون ذا سيركل. لكن اول ما بيجي بس تاتشنج سيركل بيبقى انترسكت ان ايه؟ ان وان بوينت. انترسكت اوف وان بوينت هنا بيتغير اسمه، والاسم هنا بيبقى ايه؟ بيبقى تانجنت. تاني لو عندي كورد والكورد ده تاتشنج ان سيركل ان وان بوينت، خد بالك من الجمله دي لان هي بتيجي ايه؟ بتيجي كومبليت او تشوز. بتيجي ازاي؟ تاتشنج سيركل ان وان بوينت في الحاله دي اتس كولد ايه؟ اتس كولد تانجنت. او يجي لك بالعكس يقول لك ذا تانجنت تاتشنج سيركل او انترسكت ذا سيركل ان، ويسيب لك ايه؟ كومبليت، وانت بتختار ان وان بوينت ان 3 بوينت او ان فاينايت بوينت. طبعا تانجنت مع سيركل يبقى اونلي وان ايه؟ بوينت. طيب هنا هرجع تاني للريليشن بتوين السيركل ان مين كورد، بس المره دي هشوف الكورد في الايه؟ سبيشال كيس بتاعته اللي هو مين؟ تاتشنج اون وان بوينت اللي هو التانجنت. هتلاحظ ان ادي الريديوس بتاعي ام سي واضحه جدا، وده مين؟ وده التانجنت بتاعك. طيب الريليشن بتوين ايه؟ طالما عندي هنا ريديوس وكورد، يبقى في الحاله دي على طول ايه؟ بيربنديكولار. يبقى انا خدت كده ريليشن، لو انا عندي الكورد ان ذا سيركل، يبقى انا هاجي هنا هيبقى فيه ايه؟ تو انفورميشنز، اللي هي ايه؟ اول واحده لو انا عندي في بيربنديكولار، يبقى انا المعلومه اللي هضيفها ان هي ايه؟ بايسكت. لكن لو هي بايسكت يبقى المعلومه اللي هضيفها ان هي ايه؟ بيربنديكولار. هنا لو هو تانجنت انا ما عنديش بايسكت، هتبقى بايسكت لايه؟ هي اونلي وان بوينت. يبقى انا هنا في الحاله دي ان الريديوس بيربنديكولار على مين؟ على التانجنت. وهستفيد طبعا، انا قلت لو باقي الشيب بتاعك هيبقى هنا او الفيجر موجود في هذا الاتجاه، يبقى انت هتستفيد بان الميجر اوف انجل ام سي اي اتس اي 90 ديجري. لكن لو انت الجزء في الاكسرسايز متكمل في هذا الاتجاه، هتستفيد ان الام سي، ولو هنا مثلا اي هتبقى، لو عملنا كده اكستنشن هتبقى الام سي اي ايكوال اي 90 ديجري. دي كده كانت ريليشن بتوين الكورد والسيركل. وهنا هبتدي اعمل بقى ايه؟ استفيد من الجزئيه اللي انا قلتها. طيب نشوف كده هنعمل ايه. عندي اكزامبل بيقول اون ذا اوبوزيت فيجر، الاوبوزيت فيجر عندي سيركل، والسيركل اتس نيم ام، وعندي تو كورد، وهنشوف الريليشن بتوين ام. بيقول لي هنا ان الدي اي اي ايكوال مين؟ خليك معايا، الاي اي ايكوال اي بي، ده معناته ان الاي اتس اي اتس اي بايسكت. في الاذر سايد عندي بي دي ايكوال دي سي، يعني دي عندك ايه؟ اتس بايسكت. طيب في عندي معلومه اخرى اديها لك اللي هي ايه؟ 40 ديجري. بنعيد تاني وبنقول اي جيفن انت واخده هو محطوط علشان انت هتستفيد بيه، ليه عندك ايه؟ استخدام. طيب هنبتدي نستخدم الجزئيه. عندي انا قلت ان انا معايا كورد ومعايا ستريت لاين between the straight sign between the center and chord، اللي هي بنقول عليها جزء من ايه؟ من الريديوس. دي على طول بتعمل معايا، يا اما يقول لك بايسكت تقول له ايه؟ بيربنديكولار. يا اما يقول لك بيربنديكولار ترد وتقول ايه؟ بايسكت. هنا انا عندي واضحه ان موجوده دي، وهنشتغل عليها بايه؟ بصورتين. يلا بينا كده ونجاوب. اول جزئيه عندي هنقول ان طالما ان الاي بايسكت،
يبقى انت هتقول اول جزئية بي اي ايكوال بي اي، يبقى كده بايسكت. يبقى ده على طول هترد وتقول له ان الام اي بيربنديكولار اوف مين اي بي. هنا هعلمك على حاجة حلوة جدا، خد بالك ان الاي هنا اتس اي ريبيتد، تمام؟ يبقى انا عندي بيربنديكولار على مين؟ هنا انا باخد اللي هو الليتر ريبيتد مع الام ام اي، خد بالك من الحتة دي عشان ما تتلخبطش لو الرسمة عندك كلها داخلة في بعضها. فانا خدت ريبيتد هنا، لاحظ هنا الليتر الريبيتد ظهر مع مين؟ ظهر مع ام. طيب الاذر تو جم مع مين؟ جم اللي هم ايه؟ البربنديكولار. وضحت الحته دي؟ بحيث ان انت بعد كده لو جات لك الاكسرسايز كله داخل في بعضه، لا بنعرف نجيبهم مع بعض. تعالى معايا نكمل. انا خدت دي خلاص، قلت لك لو عندك الشيب في الاتجاه استفيد من الانجل بتاعتك. يبقى انا عندي هنا استفدت بان دي ايه؟ اتس رايت. يبقى انا هستفيد منها وهحطها لك اهو، هقول لك ان ميجر اوف انجل ام اي بي ايكوال كام؟ 90 ديجري. برافو عليك، احسنت. ليه؟ لان الشغل عندي هنا في هذا المكان، هو عايز فايند ذا ميجر اوف انجل اي ام دي، يعني احنا محتاجين دي. تمام، احسنتم. يبقى انا عندي شغلي كله فين؟ اهو بي اي ام دي. هروح للايه؟ للاذر سايد. اذر سايد عندي فيه ايه؟ في عندي ان دي اتس ميد بوينت. يلا بينا. يبقى انا عندي هقول له بي دي ايكوال سي دي. تعال معايا نخرج الجزئيه اللي هي بتاعت مين بيربنديكولار على مين. انا قلت ان هي سيركل ام، يبقى انا عندي الام مع مين؟ مع ريبيتد ام دي. بيربنديكولار على مين؟ خد الاذر ايه؟ تو ليترز، يبقى البي دي. برافو عليكم. طب استفدت ايه بقى من هنا وانا عندي السايد بالمنظر ده والشيب عندي كامل؟ يبقى انا عندي ميجر اوف انجل ام دي بي ايكوال 90 ديجري. برافو عليكم. طب ايه هو اللي ناقصني هنا؟ خد بالك، عد معايا كده كام سايد. ذا نمبر اوف سايدز اوف ذا شيب بي اي ام دي اتس 4. طيب الفور احنا خدنا زمان زمان زمان، قلنا ان السم اوف اي انتيريور انجلز اوف تريانجلز لمين؟ لاني فيجر. بنعرفه منين؟ من ايه؟ النمبر اوف فيجر. طب النمبر اوف فيجر ايكوال 4، طبعا احنا عارفين كوادراتيكال اللي هو ايكوال كام؟ 360. يبقى انا عندي السم بتاعي ايكوال 360. من هنا هقول له على طول ان الميجر اوف انجل اللي هو عايزها اي ام دي ايكوال 100. لا مش 100، ده انا قلت ايه؟ 1 2 3 4. انا قصدي دي، خد بالك ال 180 دي مختصه بمين؟ بايه؟ بالتريانجل. طيب في عندي قانون كنت بتحسب بيه لو اي شكل تاني؟ ايوه افكرك بيه ونحطه هنا، كان السم اوف انتيريور انجلز اوف اني فيجر، كويس، للبوليجون طبعا مش لاي حاجه تانيه، كنا بنحسبه منين؟ كنا بنقول ايكوال ان ماينس 2 تايم 180 ايه؟ ديجري. طبعا انا مش هحسب ده كله، لا انا عارفه خلاص ان ده 4، يبقى 4 ماينس 2 ايكوال 2، 2 تايم 180 ديجري ايكوال كام؟ 300 كام؟ 60. يبقى احنا كده هنقول لها سوري المكان ده مش مكانك، احنا كده 300 كام؟ 60. انا قصدت هنا اوري لك ال 360 جبناها منين، كويس؟ ال 360 جبناها منين هنا؟ الفيجر بتاعك، والفيجر ده القانون ده لا يستخدم الا فين؟ الا مع البوليجونز بس. طيب هنا هقول ماينس، وطبعا اوبن براكت، وهقول 90 بلس 90 بلس 40. طبعا المكان هنا مش مكفينا، لكن هنقول هنا يا ترى هتطلع معايا كام؟ هتطلع هنا 90 و 90، يعني دول اوبزيت هيطلعوا معايا 180، هنا 40، يبقى انا بستكملها بمين؟ 180 هيبقى كام؟ في حد سبقني وحسبها؟ تمام، برافو عليكم. 100 كام؟ 140. انا عايزه منك هنا حاجه، انت الوقت مش صغير، يعني انت المفروض لو الانجل بتاعتك طلع اوبتيوس لازم عينك تيجي عليها، يا ترى هي فعلا ملائمه انها اوبتيوس ولا لا؟ لو انا بشتغل وفي هنا مبدله الاوضاع، يعني انا دي معايا 140 ودي 40، لازم برضه اكون واخده بالي هل الانجل اللي انا مطلعها اكيوت وشكلها اكيوت ولا لا؟ يعني انت كمان النتائج اللي انت
بتطلعها لازم تكون في عندك سنس هل هي دي معقولة او لا معقولة. طيب ده كان من اشهر الاكسرز الايه اللي بيجي على الجزئية دي، يعني تقريبا لما تفتح الاكزامز بتوعك هتلاقيه متواجد وبكثرة شديدة. طيب انا هشوف هنا، انا محضره بصراحه كام ايه اكسرسايز، لكن احنا هنشوف في يعني سرعه الفرق بين ده وده، او الاكسرسايز والاكسرسايز السابق ايه، ان انا هنا استبدلته بايه بتنجنت، يعني انا هقول وبعد كده هنستوقف واحده واحده. هنا الفرق ان انا عندي دي نفس الايه الرول بتاعتي، في هنا عندي ميد بوينت، طالما ميد بوينت يبقى ايه بيربنديكولار، يبقى انا استفدت ان دي بكام ب90. تمام. طب هنا انا خدت بقى ايه ان انا اتعامل مع التنجنت، قلت تنجنت وريديوس يبقى دي على طول ايه بيربنديكولار، وقلت استفيد منها ان ذا ايه ان ذا فيجر، انا دي مش هستفيد منها بحاجه، خد بالك يعني الجزئيه دي هي اه بيربنديكولار ودي 90 ايوه، لكن انا مش مستفيده منها بحاجه. انا قلت ان احنا دايما بنستفيد من الايه الانجل ايه اون ذا فيجر. طيب يبقى دي كمان معايا كام 90. تمام، نفس الرؤيه السابقه، انت عندك فيجر، الفيجر ده اسمه ايه اي دي ام اي، كام سايد عندك اتس فور سايدز، يبقى انت بتتعامل مع مين، بتتعامل مع 300 كام 60. وي هاف 3 انجلز ذن وي كان فايند ذا فورس. يلا بينا. يبقى انا بطريقه سريعه انا عايزه الفورس اللي هي ميجر اوف انجل مين اي، طبعا يبقى احنا كده هنشتغل تاني عليها. تمام، يبقى انا عندي كده انجل ايه، عدلنا ورقنا وظبطنا حالنا، يبقى انا عندي الانجل ايه ايكوال ايه 360 ديجري. خلاص احنا عرفنا 360 جت منين، ماينس خد بالك ان انت مطالب بكل المعلومات السابقه، عشان كده انا بقصد دايما كل ما تيجي معلومه سابقه ان انا اراجعها معاك. يلا بينا نستجمع الانجلز اللي موجوده عندي، 110 بلس 90 بلس 90، يبقى عندي هنا بطريقه سريعه هتبقى بكام 70 ديجري. تمام، طبعا كل ده ايه ديجري، انا بجمع الديجري دي كده انت وصلت لمين ليها. طبعا علشان نوصل لها كان لازم نكتب كل الكلام اللي احنا كتبناه ايه في الايه في الايه الاكزامبل السابق. طيب نشوف للاكزامبل ده، هنا بقى هستوقفك وهقول لك احنا تركنا اي انجل تقابلني، وهقف عند ده واقول لك بص فيري فيري امبورتنت اكسرسايز. ليه؟ انت اول ما هتفتح الاكزامز بتوعك هتلاقيه كده مشرف في كل مكان، هتستمتع بيه جدا بعد ما ايه ما هتاخد بالك منه. طيب تعالى معايا كده نشوف هنعمل ايه. فكر معايا اتس ايه بيجست ايه سيركل. تمام، طيب دي بيجست سيركل، البيجست سيركل دي في معاها مين سمولست ايه سيركل. طيب اكيد في علاقه هتربط بين البيجست ايه والسمولست، هو مش هيدهاني كده، احنا اتفقنا ان اي جيفن معاك هو محطوط بقصد علشان انت تستفيد منه. يبقى انا عندي بيقول ايه تو كونسنتريك ايه سيركلز ام، خلاص يعني هم ليهم سنتر واحد اللي هو الام. عندي تو كوردز، خد بالك لو انا اتكلمت عن السمولست الكوردز بتاعي الكورد بتاعي اللي هو مين دي سي، طب لو انا فكرت في البيجست هتبقى مين اي بي. تمام، هو محتاج مني ايه؟ بيقول لي بليز بروف ذات ان الاي سي ايكوال مين البي دي. طب تعالى نحدد المكان اللي احنا عايزينه، احنا عايزين الاي سي اهو ايكوال لمين بي دي. طيب خلينا نتفق اتفاق، دايما احنا بيبقى عندنا المعلومه وتقريبا مش هنقول حافظينها لكن فاهمينها، ومن كتر ما انت بتحلها بتبقى خلاص استوعبتها وايدك ماشيه فيها زي ما تكون حافظها تمام. طيب احنا اتفقنا ان في عندي ريليشن ثابته، الريليشن دي بتوين مين؟ الريليشن دي بتوين السنتر او السيركل عموما والكورد. لما انا لقيت ان الام اي بيربنديكولار على، هقول له هنا ساتش ذات ان الام اي بيربنديكولار على مين؟ على البي سي، على خلينا مع الدي الاول الدي سي، انا هشتغل على ايه السمولست سيركل الدي سي. طالما انا قلت بريبنديكولار انا قلت ان ايه الخطوه اللي وراها الاذر ستيب اللي هي ايه ان في عندي بايسكت، يبقى هقول له زين ان الدي اي ايكوال اي مين اي سي. تمام، تاني انا عندي الام اي بريبنديكولار، بريبنديكولار على مين دي سي، يبقى انا عندي الاي دي اتس ايه اتس بايسكت،
يبقى عندي الدي اي ايكوال اي سي، ودي اتس ايه نمبر 1. طيب خلينا نشوف نمبر 2. طب نمبر 2 تمام، ان الام اي برضو معايا بيربنديكولار لمين؟ للاي بي، بس دي ان ان ايه اون بيجست اي سيركل. طيب يبقى انا هقول هنا تاني ساتش ذات ان الام اي لكن المره دي بيربنديكولار على مين؟ ركز تاني، انا طالما هنا هتبقى الاي مع مين؟ مع البي، ايه مع البي. خد بالك انا بمشي معاك ولما بكتب لك بكتب لك النقاط اللي ممكن انت تخطأ فيها، وبرجع معاك تاني تكير، لا مش دي خد دي، يعني احنا من الاول كان ممكن نقول دي مش البي، لكن انا ماشيه معاك بنفس تفكيرك، انا عايزين نفكر بنفس الطريقه، ايه الحاجه اللي ممكن تخطأ فيها ونتجنبها، احنا دلوقتي الخطأ بتاعنا بدون حساب، لكن لو وصلنا للحظه الامتحان اخطائنا كلها احنا ايه محاسبين عليها. فانا بمشي معاك بنفس منطقك واشوف انت هتخطا في ايه وبوريهولك عشان نقدر ايه نتجنب هذا الخطا. نكمل مع بعض. هنا قلت بربنديكولار يبقى انت الستيب اللي وراها اللي هي ايه الميد بوينت او للجزء او بتقول عليها بايسكت او بتقول بالاسماء بتاعتها. يلا بينا، هيبقى عندي البي اي تمام. مين الشاطر اللي بيمليني؟ احسنت. يلا ايكوال مين؟ ايه ما احلاكم. يلا بينا، ده احنا كده بروفيشنال يعني. تعال نكمل بقى. هنا طلعت بمعلومه اديها لي نمبر. هي المعلومه دي كانت موجوده عندك؟ لا، يبقى تاخد نمبر. دي كانت موجوده عندك؟ لا، يبقى تاخد ايه؟ نمبر. طيب معايا فيرست ومعايا سكند او نمبر 1 ونمبر 2. تعال معايا كده، لو انا عملت بايس يعني سبتراكت المين، خدت البي الدي سي فروم مين؟ البي اي. خد بالك انا قلت ان الجزء اهو، خد بالك بقى معايا كده باللون الازرق، انا عندي الاي سي اهي ايكوال لمين؟ للسي بي، وعندي الاي سي اهو ايكوال. يبقى انا لو عملت سبتراكت هيبقى ايه؟ يبقى الناتج من هنا ايكوال الناتج من هنا، او المتبقي من هنا ايكوال المتبقي من هنا. يلا بينا، هقول ايه؟ فروم سب، سب اللي هو ايه؟ سب اللي هو سبتراكت تمام. مين من مين؟ الكبير من الصغير، ماشي. يبقى احنا كده دايما خد بالك انا قلتها لك قبل كده، انت السبتراكت بتاعتك طالما انت مش مجبر عليها يبقى انت دايما الكبير من الصغير، جريتست ماينس ايه السمولست. يلا بينا، طبعا الجريتست عندي اللي هي الاي والاي اللي هي فروم اي تو سبتراكت، يبقى عندي هنا فروم سبتراكت 1 فروم اي 2، يعني انا هاخد ال1 من مين؟ 2. يلا بينا، يبقى الناتج بتاع او الريزلت بتاعتي هتبقى مين؟ ان الاي سي ايكوال مين؟ البي دي. مهم جدا 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 هذا الاكسرسايز. تاني هعيده تاني وبسرعه هناخد بالنا منه وهنقول كان معايا ايه؟ كان معايا بيجست سيركل سمولست سيركل، لقيت ان عندي بربنديكولار. دايما احنا قلنا الريليشن بتقول لو في بربنديكولار يبقى في بايسكت. بربنديكولار ام اي بربنديكولار على السي دي، يبقى الاي سي ايكوال اي دي. سبت الكلام واديته نمبر ورحت للمين؟ للبيجست اي سيركل. ام اي اتس بربنديكولار تو بي اي، ده معناته ان عندي بايسكت، يبقى الاي بي ايكوال اي اي. طيب قلت سبتراكت مين؟ الاي اي فروم مين؟ او الاي اي سي فروم الاي اي، خدت رقم 1 ورقم 2 او نمبر 1 ونمبر 2 وعملت سبتراكت فروم ايه؟ اس ام. خلاص طلع مني الريزلت بتاعي ايه؟ ان الجزء المتبقي عندي اللي هو الاي سي ايكوال مين؟ البي دي. اتمنى يكون الاكسرسايز ده دخل بسهوله وتكون انت استفدت منه. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هرجع معاك ونعمل ايه؟ ونعمل اكسرسايز جديد. ايه هو الاكسرسايز بقى الجديد بتاعي؟ عايز انبهك لحاجه مهمه جدا بقى. ايه هي الحاجه المهمه اللي احنا عايزين نروح لها؟ ان في عندك بيجي اكسرسايز عباره عن ايه؟ عن اكسرسايز انت بترسمه، ودي بقى بنقف عندها شويه. ازاي بنرسمه؟ يعني لما يقول لي هنا في النقطه دي انا هقف معاك وهنحاول نتعلم الرسم بهدوء. خلاص ازاي نرسمها بهدوء وازاي نوصل لها؟ تعالى معايا كده نشوف. لو انا عندي اكسرسايز بيقول لي، تعالى كده نشوف ده ايه، بيقول لي ان ذا اوبست فيجر
تو كونسنتريك ايه سيركل ام، ده ايه ده عباره عن السيركل بتاعي خلاص. يبقى تو، يبقى انت المفروض هترسم ايه تو، نقطه مهمه جدا لان بيجي لك اكسرسايز انت ترسمه. طيب يبقى تو، يبقى انت هترسم تو. هل التو دول واحده صغيره قوي واحده كبيره، ولا الاثنين قد بعض وهما انترسكت، ولا ايه بالظبط؟ كمل الكلام، اقرا السؤال كاملا الاول وبعدين ابتدي اعمل ايه، ابتدي ارسم جزئيه جزئيه. يبقى احنا نمبر 1 هنعمل ايه، هنعمل ايه؟ نمبر 1 عندي هنقرا السؤال كاملا، نمبر 2 هنبتدي نرسم ولكن فقره فقره. بعد ما انت بتقرا بتبقى الرؤيه بالنسبه لك ايه واضحه. تعال معايا نقرا سوا. بنقول ايه؟ بنقول تو كونسنتريك سيركل ام. طيب هنقول ايه؟ ان الاي بي از كورت ان ذا لارج سيركل، ده معناته ان انت هنا عندك سيركل، وطالما قال لك لارج يبقى انت عندك ايه؟ لارج والايه؟ وسمول، تمام. وقال لك هنا ام، تمام، ادي جزئيتين انا ده اللي فهمته طالما قال لي لارج. وبيقول لي ان الاي بي از ايه؟ سكورد اوف ايه؟ لارج سيركل. يبقى انا هاخد كده وانا ماشيه هاخده، بس خد بالك ان هو قال لي ان هو بايسكتنج للايه؟ للسيركل، سمولست سيركل ان اي سي دي، معناته ان هو وهو معدي هيعمل بايسكت مين؟ للايه؟ سمولست سيركل. يبقى انا في الحاله دي هعديه كده وهقول ان هو هنا ايه ومين وبي، وبايسكت لمين؟ زي ما بدا بالايه في الاول، خد بالك من الحته دي، زي ما بدا بالايه يبقى الاتجاه بتاع الايه هو الرمز الاول اللي ظهر عندك اللي هو مين؟ السي. وبعد كده نهايه الكلام كانت البي، يبقى اتجاه البي هتبقى مين؟ الدي بتاعتك. واضحه الجزئيه دي؟ وبعدين بيقول لي ان الام اي بيربنديكولار على مين؟ على الاي بي. طب لو هي الام هنا كده يبقى انا هنزل دي، ادي الام وادي البربنديكولار، هتبقى دي النقطه بتاعتي الاي اللي هي انترسكت بتوين الكورد اند مين؟ اند ريديوس بتاعي، تمام. طيب هنا يبقى انت قدرت ترسم الجزئيه اللي احنا اشتغلنا عليها، بس من الاول تاني عشان ارسم، ودي نقطه مهمه جدا فيها، قلنا في اكسرسايز عندي بيجي لابد ان احنا نرسمه. هنعمل ايه تاني؟ سمري كده سريع. خدنا ايه النهارده؟ احنا خدنا ريليشن بتوين السنتر اند كورد، خدنا معلومه اتكونت من جملتين، لو في عندي بيربنديكولار يبقى انا برد بايه؟ بالبايسكت. لو عندي بايسكت يبقى انت المعلومه عندك ايه؟ بيربنديكولار. قلت ان في عندي كورد ده حاله خاصه فيه اللي هو مين؟ التانجنت. وقلت جمله مهمه جدا ان التانجنت انترسكت مين؟ ذا سيركل ان اي اونلي 1 بوينت، ودي نقطه مهمه جدا وبرده هنبقى نعيد عليها بعد كده. شفنا اكسرسايز، اتمنى نكون استفدنا، اتمنى تكون المعلومه وضحت. اتقابلنا على خير وان شاء الله يتجدد اللقاء على خير. سعيده بلقائكم وسعيده بالاستفاده اللي بيني وبينكم. الى ان نلتقي، اترككم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.